السلام عليكم، صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير. معانا اليوم تجربتنا ان شاء الله راح تكون مع جيب الانفينيتي كيو اكس 70. طبعا اسمه الاول اللي كان الاف اكس، انفينيتي غير توجههم بالمسميات فصاروا يسمون الجيب كيو اكس، وسيارات السيدان والكوبي كيو. جيب اللي راح نجربه اليوم اللي هو الفي 6 3.7. سيارة صراحة فخمة إذا ما قارنها بالسيارات الأمريكية ونقارنها بالسيارات اليابانية، نقارنها بالسيارات الكورية مثلا. السيارة اللي يشتريها ما راح يندم، خصوصا الفي 6 سعرها شوي يعني أرخص، فيها كل الأوبشنز اللي تفكر فيها، نافيجيشن، كاميرات، جلد كامل، فتحة السقف، كراسي تبريد، تدفئة. سواقتها جدا حلوة، شكلها سبورتي بس هي الحقيقة مريحة، ما هي قاسية، مع أن الجروط اللي هي الرنقات 20، بس مع ذلك سيارة مريحة. إحساس دوسة البنزين ممتاز، البريك ممتاز، يعني السيارة فيها نوع من التوازن جدا ممتاز. طبعا هي تصلح لكل الأعمار سواء شباب أو بنات، وشكلها جدا حلو، ممكن يسوقها شايب ولا شباب، فجدا أنصح فيها السيارة. قوة الماكينة 329 حصان، وأعتقد أنها شيء كفاية أنك تروح فيها الدوام، تروح فيها مثلا المشاوير بسيطة، وبنفس الوقت تقدر تسافر فيها. أنا أفضلها كشكل وكأداء وصراحة من الليكسس الاركس، شكلها جدا روعة. طبعا هي دفع رباعي بس أغلبية الدفع يكون خلفي. أتمنى أكون جاوبت على أغلب الأشياء اللي أنتم تحتاجونها من ناحية السيارة. إذا في أي أسئلة أو استفسار أنا إن شاء الله راح أكون